لإمتى هجموا عليكم؟ اليوم الصبح على بكير زعيم. شو صار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الشهر. أبو جميل خود اللي بدك إياه وروح مشان تعالج أبو الصلح والرجال اللي كانوا معه بالمعركة. يلا شرف عمي. السلام عليكم. الله معكم. الله يحميكم. عمي سبيني لبراك الحارة جاي وراك. مش حبيب كل شيء توقعنا إلا أنه الفرنساوي هاجمون. لك بدي أفهم منين عرفوا محلهم الجديد؟ واضحة حدا من الحارة بيعرف محلهم وخبر الفرنساوي. مين الحدا يا كبير؟ ما بعرف. هذا الحدا اللي عم تسألوا عنه هو حامد معلم. حامد؟ نعم. شو عرفها؟ حامد كان برا عم يتسمع عليكم وانتم مو حاسين عليه. نعم. غريب. ها أبو جميل شوف لي إذا حامد لها وخبرني. وأنا بعد إذنك يا كبير رح أسبق أبو جميل لبرات الحارة. برياليك. شو أبو عامر؟ بيت قلبه. المي ماشية من تحتنا ونحن مو دريانين. لا تخاف مختار وحياتك رح أقطعها. يعني أبو الصلح طلع عايش؟ إيه سيدي هذا اللي سمعته من المضافة. لك ليش ما لحقت أبو جميل لتعرف وين محلهم؟ ليش؟ سيدي جيت لقلك مشان أعرف شو بدي ساوي. لك يا دب يا دب شي مرة قلع عيني بقصة تصرف من عندك بدون ما ترجع لي قصة واحدة بس. خلاص خلاص الله لا يعطيك العافية فوق تعبك منيح. حاول أعرف لك محل سيدي. يا أمي لما كنت يوم. بس لازم تسأله مطيع بالأول يا مو. لا لا مو لازم. ليش بقى مو لازم مرت أخي؟ شنو أمك بتعرف تنقي وفهمية عين الله عليها كاملة مكملة وبنت حسب ونسب. بس أنا مالي موافقة يا مو. مالي موافقة. يا ليش مانك موافقة؟ يا مو مطيع لازم يرجع نجاح. شو تفضلتي ست وردة؟ لأنه مطيع لساته بده نجاح ونجاح ما دخل باللي صار. والله لساته بده اياها يا مو. هو علينا حاج ورده حاج بقى تحلفي وتتحلفي. ايه اذا سلفي مطيع بذات نفسه قال مع الطايقه بعد ما عملوا فينا اهل اللي عملوه. لا مرت اخي مو صحيح هالحكي. مطيع لساته بده اياها لنجاح. لا يا مو مطيع ما بده اياها مشان هيك انا رح جوزه احسن منه ومن اهله. حرام يا مو حرام تكسر خاطرها للبنت. سمعينا ورده سمعينا بقى مشان الله. وين ورده؟ خليكي قاعده معنا. شبنا عندي دراسه يا مو. اتركيها مرت عمي اتركيها. باينتا بنتك ما بدها تجوز سلفي مطيع لفهميه. يو وانت شو عرفك حميده؟ شو عرفني؟ باينه مرت عمي. ما هي قالت لك مالها موافقه. اساسا لو كانت موافقه كانت ركضت بايديها ورجليها لتجوزوا اياها. بالاخص انه هن التنتين رفقات. والله انا جاي عبالي اخطب له اياها لانه من زمان خارطه مشطيه البنت. والله هي بتعملي زينة العقل. ويا ريت هلا تقومي وتروحي لعند الست عزميه وتحكي بامرها. يعني لو ما قلت له لمطيع ما في داعي مرت عمي. وانا من هلا عم اقول لك شو رح يكون جوابه. شو جوابه؟ موافق مرت عمي. تحركي ولي. شو بدك مني؟ تحركي تركني. الله لا يوفقك. بعزه باي طبي انت وابنك طبي. الله لا يوفقك. تركني الله لا يوفقك. لك وين اخذها؟ اسمع مقدار ما في غير حل واحد. حل واحد؟ اللي أبو عامر شو هو؟ لازم نعجل بجيبة السلاح بس ما منفوته على الحارة. دخلك هو وين نرخبي؟ عند أبو الخضر. وبس ننوي إنه أفوت على حارة أبو صخر نجيبه. قصدك يعني قبل ما نقاتل الفرنساوي ما هي؟ قبل ما نقاتل الفرنساوي. والله ما عم فهمها أبو عامر فهمي إياها. اسمع يا مختار
لما بيكون عدوك من لحمك ودمك أخطر من الغريب، لأنه الغريب بتعرفه أنه غريب، بس اللي من لحمك ودمك بيكون عم بيحفر أبراك وانت قاعد معه. إيه يا مو، شو قلت؟ روح لبيت عزمية خانو ومو أخطب لك بنتها فهمية؟ ولا مثل ما قالت أختك وردة لساك بدك نجاح بنت أبو جميل العطار؟ يا مو أنا شو هالسؤال يا مو؟ أكيد أخي مطيع معاه بده إياها لبنت أبو جميل. صاي ما عاد بدك إياها؟ إيه يا مو أنا ما عاد بدي إياها. تقبرني. شلون ما عاد بدك إياها أخي آه؟ لك يا مو سمعتي؟ عم بيقلك ما بده إياها، ما بده إياها. لا يا مو، أخي مطيع كذاب كذاب. صاي يا مو أنت هيك؟ لا يا مو أنا مالي كذاب. شفتي؟ هي أخوكي مانو كذاب، وما بده إياها لنجاح بنت العطار. لا كذاب يا مو. وردة أنت شو قصتك؟ إذا أخوكي بذات نفسه عم يقول ما عاد رأيدا. حرام عليكم، والله حرام عليكم. يحرم جلدها عن عظمها هي وأهلها سوا. هاد مو حكي يا مو، هاد مو حكي. تضرب هيك عيلة كنا بدنا الناسبة شرشي. أخي مطيع ما لح ياخدها لو بده يصير الدم للركب. ري عليك احرز دينك. معافى إن شاء الله. الحمد لله على السلامة يا أبو الصلاح. الله يسلمك يعطيك العافية يا حكيم، كتر خيرك أنت وصياح. يا أبو الصلاح شو هالحكي ها؟ نشغل بالنا عليك لك أبو الصلاح. تضرب مشان الله لا تأخذني يا عبيد، ما قدرت أعمل شيء. الفرنساوي كانوا كتار وشفتني كان عم يقاتل معهم. لا تزعل، إلهم حساب منا. عن مين عم تحكي؟ عن هدول قطعين الطرق اللي هاجمونا مع الفرنساوي. انتو عرفتوهن عبي؟ أبو الصلح بيعرفهم أكثر مني، هو اللي راح ياخدنا عليهم. وأنا جاهز لحتى أروح معكم. لازم تروح معنا يا صياح، شنو رجال أبو دعاس وأبو الرجع كتار. مين هذا أبو دعاس؟ هذا الرأس الكبير تبعهم. آخ شنو هو اللي بيأمر، هو اللي جمع رجاله، هو اللي لازم نخلص عليه أول شيء. أنا اشتريتك بالمصاري من أبو دعاس اللي باعني إياك يا أبي. إيه يا أبي، هو اللي باعني إياك. بدنا سلاح يجي بسرعة يا صياح. شو حكيت علي؟ عم بقول بدنا نشتري سلاح. ايه تكرم عيونك، انا بكره من بكير بيجي لعندكم باخذ المصاري وبروح بشتري السلاح. كفو كفو يا صياح. دير بالك ما حدا بيعرف مين ابوك وامك غير ابو دعاس المايل، احفظ اسمه منيح. يلا يا شباب انا راجع على الحاره. برجع معي عمي صياح. ايه برجع معك، يسر عنكم بكير ان شاء الله. يسر والله معكم. السلام عليكم عزام، وصلوا لاول الطريق. شرف عزام. شرف. حلو كتير حلو كتير هالحكي. مو بس هيك، على عازمينك على اكله كبه مشويه رح تعمل لك اياها امي بايديها التنتين. بلشوا. ايه قالوا مشتاقين لك كوميات كوميات. ايه شو شايفيني مشتهيه الاكل ولا ماني شبعانه ببيت اهلي؟ لا يا حبيبتي مين على الحكي ها؟ عزو على بيت اهلك مالي رايحه، وانت بعد اليوم ما في روحه على بيت اهلك، وبتمنى ها بتمنى ما تكسر لي كلمتي. بس يا سيهام انا عزو انا قلت اللي عندي وانت بتصطفل بتروح ما بتروح، بس بتمنى انك تفكر بالكلام اللي قلت لك اياه لانك بتعرف شو رح ساوي. طيب اسمعيني شوي. عزو ما بدي اسمع منك ولا كلمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين معك يا سيام، بعدين ما علي شي معك. الله لي يوفقك، الله يوفقك. قولي شو عملت فيا يا أولاد الكلب؟ مسكينة روحت على حالة العيشة والبسط لأنها وحدة مجنونة مثل منك تماما. بيتكم ما بتخافوا الله. خلي شرفك أنت وياها ينفعكم. لك شبك احكي لي شبك شو هاد؟ ما خليته يمد ايده علي. شو سوى معك ابن الحرام؟ كان بده يعتدي علي بس ما خليته، ضربت حالي بالخنجر وما يمس شرفي. ما شايف بوز
ايدك زفر لي شي بناتي امان برقبتك، بوز ايدك بوز رجلك. باذن الله ما رح يصير لك شي، باذن الله ما بيصير لك شي. عم نسمعه بالحركة اليوم والتاني مختار؟ مثل ما سمعت. شلون يعني مثل ما سمعت؟ شلون تستنى بشير افندي؟ روح شوف شغلك وعرف مين اللي قوص رصاص. مختار، أنا هلأ عم شوف شغلي. الحمد لله ما جت بدني. راتب من ترى صوت القواص؟ من دخلت بيت ابو عامر. من وين؟ من دخلت بيت ابو عامر. من دخلت بيت ابو عامر؟ ايه امشوا. شو القصة الكذاب؟ أنا قصة؟ لا ولا شيء، قصة الرصاص اللي طقطق بعرسي. الرصاص اللي طلع من دخلت بيت معلمك ابو عامر. وانا شو بعرفني شو القصة؟ اه ما بتعرف شو القصة؟ لا ما بعرف شو القصة. ايه؟ شو عليه؟ هلا بس يرجع بشير افندي مع المختار بنعرف شو صاير. ان رجع ولا ستين عمره ما رجع. حميد قوم لقلك خلينا نروح لعندك على البيت هيك نسهر سهرة مرتبة ونعبي الطاسة قوم. بكير. بدك تضرب هيك أرجيلة ويضرب اللي سواها. ليش شو بها؟ لك شو شبه مخنقة تخنية وما عم طالع دخان مثل العالم والناس. وانت ليش معصب؟ بيكون بده نارة. لك يقوم عم يقوم. شبك الداس؟ عم قل لك بكير، ليش مستعجل على هريبة؟ مو هريبة ما هريبة، من شو بدي اهرب انا؟ انا ما بعرف من شو بدك تهرب. بس اللي بعرفه اني ماني متحرك من هون لحتى اعرف من وين طلع الرصاص وعلى مين كمان. جاي على بيتي مشان اتعشى، ما بشوف الرصاص طالع من وراي. وما عرفته؟ لا والله يا بشير افندي، لا عرفته ولا شفته ولا لمحته. اللي عملها ناوي يقتلك يا ابو عامر. مزبوط، كان بدي يقتله. الحمد لله يا ابو عامر، يعني صحيح رصاص اصابتك يعني طرطيش منها، بس الحمد لله يعني ما اثرت عليك. الحمد لله يا مختار، الحمد لله. ايه بشير افندي، ما بدك تشوف شغله؟ رح بلش تحقيق. من هلا بنقول لك الله يعطيك العافيه على تعبك يا بشير افندي. يا ابو عامر بمين بتشك؟ ولا حدا. ولا حدا من حاره ابو صخر؟ ولا حدا من حاره ابو صخر. معناته صارت صعبه كثير نعرف مين اللي قوسك. ما بعرف، انا ما بدي اظلم حدا، خاصه اذا انت لقطته وضربته وحقت معه. طيب اذا انت هيك بدك ما لازم تتحمل التحقيق، لأنه بقيته رح يطول. قد ما طول رح أكون شو قبل ما يجي لعندك. وإن شاء الله أنت بدك تحاسبه. شو رأيك أنت؟ إذا عرفت بتخبرني أنا. أنا بدي حقق معه. بعدين بحوله على القلعة إذا تأكدت إنه هو اللي قوسك. والله يا بشير أفندي ما فيني أوعدك إني سلمك إياه عايش إذا لقطته. وأنا ما رح أسمح لك. ما فهمت؟ ما راح اسمح لك. ومين انت حتى تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ انا رئيس الكراكون. ايه اهلين رئيس كراكون. رئيس كراكون وقلبك مو على اهل حارتك؟ انا قلبي مو على اهل حارتي. هيك شايف. غلطان يا ابو عامر، غلطان. ان شاء الله اكون غلطان يا بشير افندي. خذي طريق ابو عامر. قاعدين بشير افندي. بجير عندك بوقت تاني، معافى. الله يعافيك. الله معك بشير افندي. يلا يلا شرف.
تعبان كثير وما فيني اتحمل. يعني قامتي ان شاء الله. طول بالك حبيبي، الولد جاع كثير يا صفيه، صلمنا امبارح بالاكل. الله لا يوفقهم يا حق، حتى الاكل حارمينا يا الله يحرموا النور عيون. يا مونة ليش عم يعملوا فينا هيك وما عم يطعمونا؟ لانه ما بيخافوا الله حبيبي. شو يا الله، راسك لان ولا هقة؟ لك شو بدكم منا؟ هاي البضاعة بتسوى هديك الحسبة واخدتوها. تركونا بحالنا بقى، الله يخليكم تركونا بحالنا. شو بدي بالبضاعة انا؟ لكن شو بدك؟ معقول وحدة بجمالك تكون عندي وما ها؟ لك انا عندي الموت اشرف لي من انه تمس شعرة من راسي، فهمت؟ حاضر، وحياة عيونك رح خلي الموت يجي لعند منك على أقل من ماله. عمو الله يوفقك، أنا جوعان كتير. والله يا عمو الموضوع مو بيدي، الموضوع عند الميمة. الميمة بس يلين راسها رح طعميك أطيب أكل. ماشي يا أبو الرجاء، عمل خير وكب البحر. هلا رح أجيب لكم أكل تاكل أنت وأمك وهي الملحوش اللي هون. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. يا مو شو بدهم منك؟ ليش ما عم ترضي؟ ارضي بركب جيبونا أكل. آخ يا مو آخ، لو تعرف شو بدهم من أمك لقلت خليني موت من الجوع ولا يصير اللي بدهم ياه. النبع تبعك وبدك تخلص منه لكداس. مين قصدك حامي؟ قصدي اللي قوصته قدام بيته قبل شوي. انا ما قوصت حدا، شحه الفرد جديد لساته مثل ما هو. لكداس انت ليش بدك تكذب علي وتلف وتدوب؟ وبتعرف اني صاحبك هاب وقف معك. يا ما قلت لك انا جاهز لحتى اجيب لك نبع المصاري اللي عندك لهون. لا بخليك تزفر ايديك ولا ترمي حالك بالمشاكل مع حدا. انت بتقدر تساعدني؟ انا اللي بقدر لك. كان شو مستعد كوم لك ابو عامر بارضه بس بشرط. واذا قلت لك اني موافق على شرطه؟ ايوه، معناته ابو عامر هو خريمه هيك ولا مو هيك؟ هيك هو غريمي. بس ما بعرف ليش ما عم بقدر صدق انه ابو عامر بيكون غريمه وهو صاحب نبع المصاري اللي عم تاخذ منه. ما بعرف ليش ما عم تصدقني؟ لأنه إذا خلصت على أبو عامر وطلع لعند ربه، شلون رح تستفاد من المصاري اللي معه؟
شو بدك انت؟ رح استفاد خير الله. هاد فهمني شلون؟ اصلا ما فيك تفوت على بيته وتاخذ المصاري من هنيك لانك لا بتقربه ولا لك شيء منه. مزبوط كلامك، مزبوط كلامك حامي. انا فكري بيع كل الرزق اللي بالبواكيه. لا اذا هيك عم بتفكر انا سحبت ايدي من مساعدتك ولا عاد ساعدك بهذا لبع المصاري اللي ما طلع فيه مصاري بالمره. لك ليش لك حامي؟ شنو شغلتك ناكتي وما بتستاهي؟ انت لما قلت لي نبع مصاري فكرت نبع مليان مصاري بحر، تطلع القصة على 40-50 شوال حنطة وشعير. هلا 50 كيس حنطة يا حامد ما عاد يعجبوك ولا عاد يعبوا راسها؟ يعني لا فوتة ولا تجرى بتستاهل واحد يخاطر بحاله مشانها. ايه مثل ما بدك، بس انا عندي حدا يعطيك مصاري خير الله. مين؟ مظهر بيه. شوي وجاي اقول لك عليها مشان ريح ضميري وبري زمتي. خير؟ شو في؟ اختك الله يستر عليها. شفت اختك هلا ماشي ولاح عصبري، وهي مو اول مره بشوفه عم يعمل هيك. ها انت شو عم تحكي؟ يعني مالك علي يمين؟ يعني لو ما بعتبر اختك مثل اختي ومن شرفي وعرضي ما بجيب الا حابب. بتعرف على حالك شو عم تقول؟ انت متاكد من هالحكي؟ سيد مطيع اذا مو مصدقني اطلع برا هات الحاره اشوفه لصبري كيف حاله اختها. اختك حرام. يعني والله ما بعرف، كل الوقت عم فكر بالموضوع. امك معقوله لك ورده؟ هيك بس انا دافعت عني، قلت لها لامي انه انت ما حتقبلي بهالجوازه، خصوصا انه اخي مطيع سافر بدياها لنجاح. حتى لو ما دافعت عني انا ما رح اقبل بهالجوازه، ما رح اقبل فيها. ليشك عم تساوي ولا؟ لأنه ما عندك شرف على أهل حارتك يا واطي. تي عليك وعلى هيك ترباية وسخة. تعال أقول لك، أول شغلة أنا مربى أكثر منك، ثاني شغلة رح تندم كثير على اللي عم تساوي. سلال يرمي الفتن ما في ضمير بيمنعه، وبيقوم دفع الثمن دم عنا دم. الله يرزقك يا معلم. قلت لي كداس لك هوس على ابو عامر. ايه سيدي، وبالفرد اللي انت عطيته اياه. ايوه شو السبب؟ ما قال لك ليش كان بده يقتله؟ قال لي ليش، بس انا ما صدقته. شو قال لك؟ شو كان بده يسرق رزق معلمه بعد ما يموت ويهرب فيه برات الحاره. ما كثير بتصدق هذا الحكي. اكيد في شيء كثير كبير بيناتهم حتى حاول يقتله. وانا قلت هيك لحالي معلم، بس اكيد رح اعرف ايش كان ليك. ايه عرف، عرف وخبره لكداس. قل له مظهر بيك عرفك يا قاتل معلمك. مشان شو سيدي؟ ولك دب بيضل مخك سميك مشان يصير يشتغل معنا. ايه فهمت عليك، فهمت عليك سيدي. ايه اصلا انا من امبارح خبرته عنك وعن الشغل بدك تشغله اياك. ورضي يشتغل؟
بده يشتغل ورجلي فوق راسه. انا هلا ماسك برقبته ما لحفلت تطلع روحه بيدي. بري عليك، بري عليك يا يا دب. شو عجبك البيت؟ اي والله بيت تمام التمام يا عم سليم. الف الحمد لله، الله يجعل وقاية الرزق. الله يخليك يا رب، وان شاء الله بتشوف على وشه الخير. الله يسلمك. يلا يلا. ايه مختار، اتكلنا على الله. خير خير. شرف عم يصير. تعال ابني تعال. يلا. تعال شوف. هات اصبع ده. حطها هون. بسم الله. وصلي هون فوق اسمك. هون؟ ايوه. يا رب. هون كمان. بسم الله. ايوه ابو سليم يلا صملنا هون. بسم الله. هاي بصمت اللي بعتك عمي سياح هون. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب يا كريم. خد يا بي هاي حجه البيت، صار البيت باسمك. هاي المصاري. يلا الله يسلم الديار. الله يجعله الف مبروك يا سياح. الله يبارك فيك يا عم صافي. الله يبارك فيك. هاي المصاري اذا بدك رجع على الدرع يا سليم. لا الله يسامحك الله يسامحك. انا بعد بعدك الله يسامحك. نحن كسبنا شاب ابو ضاي مثلك يصير واحد من اهل الحاره، ما هيك ابو سليم؟ معلوم. سياح رجاله بينشد في الظهر وبيرتفع في الراس. ان شاء الله الف مبروك يا سياح. الله يبارك بعمرك يا عمي ابو سليم. يلا تسمحوا لي انا اخي. قاعدين قاعدين يا ابو سليم. والله مشغول يا ابو صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام. على راحتك على راحتك. السلام يا الله معك. الله باكر. الله يسلمكم جميعا. يلا يا السلام. ايه يا ابو سياح هي البيت صار لك، بقى شو ناقصك قل لي. انا بقول لك شو ناقصه يا بيه. ناقصه ست حلوة تتفتل هيك بالبيت ونجيب له كم ولد يلعب هو وياهم حوالي البحر. لك الله كريم يا مختار. الله كريم. ان شاء الله بس اتركهم بالبيت رح اتجوز ان شاء الله. ايه بس هي ما بتمر هيك، هي بدها ذو القرنين. ابي حبيت اتصبح بهالوش الحلو اطمن عليك يا صاحبي. يا ميت اهلين وسهلين مرت عمي. بالمأهل. يلا بالاذن. وين ابو عامر؟ لوين يعني؟ على الشغل. على الشغل؟ ايه. ولسه جرحك ما طاع؟ عجبك مرت عمي؟ مع حق. ايه والله ما حيأثر. قلت لك جرح بسيط، وبعدين انا لا عم شيل كيس ولا عم ساعد شغيله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. تقبرني. الله لا يوفق اللي ضربك برصاص يا حق. امين يا رب. تفضل يا ام عزو. يا عيون ام عزو، انت بتعرفي شو عامله. بعرف، وما في داعي نفتح الدفاتر العتيقه. من هلا عم اقول لك انا غلطان. خلاص صافي يا لبن كامله. قومي حطي كسر السفره. يلا. حاضر شهيره خالد. يا ميت اهلين وسهلين بام عزو. بالمأهل تقبريني. شغيلي قال لي لو ما شافوا ابو هاشم السوينا وهني طلع ما حدا بيعرف عنه شيء، لا عنه ولا عن عياله. إيه وين راح يعني؟ اذا الحجاج كله رجعوا على بيوتهم. الله اعلم. بتعرفوا مالنا غير نشوف امير الحج، هو الوحيد اللي بيعرف. اي والله مزبوط، امير الحج بيعرف كل تحركات الناس من لما بيطلعوا لما بيرجعوا. مين بيضروا لعنده؟ خلاص انا بروح لعنده، بس مو اليوم، خليها لبكره. ايه تكلوا على الله. الله يقدم لي فيه الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. صار العصر وابنك لسه ما شرف. الغايب عذره معه ابن عمي. ابنك ما راح يجي. لا يو والله وعدني انه بده يجي. عم اقول لك ما راح يجي لا هو ولا مرته. وبتشوفي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ابصر شو صاير معه يا بي. لا تظلم. شو بده يصير معه يعني؟ انا عم بقول انه بركي مشغول بشغله. مشغول بشغله ولا مرته ما خلته يجي؟ ما بعرف يا بي ما بعرف. لك شو بتعرفي يا بي؟ انا هيك عم بقول. اما لسان طويل بس شاطره تنطي متحمصه الكي وتدافع عنه. قربي لهون اشوف. قربي قربي لهون. إذا كان لسانك هاد بيحكي كلمة وحدة طالعة نازلة بدون ما تفكري فيها بدي أصلك يا فهمتي؟ حاضر يا بي. شو حكينا يا أمو؟ شو حكينا؟ اسكتي استرينا. كمان أخوك الثاني حق عليه. وصل هاد اللي عمله؟ لا وما لقى يعلقني غير مع أبوكي. ما حدش يأكلها. إيه لا تاكلي. ناقصتيني كمان يا أم لسان طويل. شو عقلي؟ كأنك متقل السهلة مباري مع الشباب. لك شو متقل ما متقل يا أبدي. الله الله على هيك سهرات. ضع
ضلت عمرانة لوش الصبح. صحتي صحتي، يعني إذا العقيد ما انبسط مين بده ينبسط؟ يا حسرتي مريحة اللي علينا. ما في أحلى من البسط يا أبدي، ما في أحلى من البسط. عقيد بدي أطلب منك شغلة. قول أبدي قول. هلا أنا مو صاحبك وبعز عليك. صاحبي وحبيبي ونور عيوني، والله يشهد لو كان عندي أخ ما كان أغلى منك. الله يخلينا العقيل، الله يخلينا إياك ولا يحرمنا منك يا حق. عقيل أنت ليش ما بتاخذني معك؟ لوين بدي أخذك معي؟ شو لوين؟ عند الجماعة اللي عم تسهر عندهم كل يوم. شو عقيل؟ شايف ما قلك كنت عم تقولي لو في عندي أخ ما بيكون بغلاوتك. خلاص 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 بلاش، كان فيها احراج. لا احراج ولا شيء، خلاص رتب لي امورك وهندز لي اوضاعك واليوم المساء بتشد معي. لا الله يخلينا العقيل، بس يعني الروحه بدها هندزه. لك معلوم شنو الجو هنيك هيك بده. ايوه عم بقول لحالي ليش كل يوم العقيد هيك بشبشب حاله. يا عم ضربك ولا ليش ما بيحل لي هندس حالي وشبشب حالي؟ يقلب حرمة اللي بيقول عليك هذا الحكي عقيد، يعني كل حارات الشام ما في شبوبية مثل شبوبيتك، الله حيه. الله حيه، الله حيك وديب. واه. شو هي عقيد؟ سلامتك يا كبير، سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك، ما شاء الله، ما شاء الله، والله فرحت لك من كل قلبي يا مشترات هالبيت. الله يجبر بخاطرك يا عمي أبو عامر. وعقبال ما تشتري بيت لعامر وتجوزه كمان. إن شاء الله يا رب، الله يسلمك. إن شاء الله لا تواخذني البيت فاضي وما عندي شي ضيفك يا. هلا جاي شربك انا اعود. شرب شرب. يا الله ايه صياح، بدي اياك بشغله مهمه كثير. امرني يا كبير. الله يسلمك يا رب. عمي انا مو بس جاي بارك لك بالبيت، اعتبر العفش هديه من اخوك الكبير من بابه لمحرابه. كبير وبتضلك كبير، وما حدا بحق له يحكي كلمه واحده فوق كلامك. وثاني باشتان بدي اياك تسمعني منيح، ولو ما كنت بمثابه اخي الصغير ما كنت فتحت السيره معك بنوب. الله يشهد علي انه اللي بقلبك مثل اللي بقلبي، وانت بتمون على هي. كفو عمي، اللي بيأمنك على سره شو بتعمل فيه؟ بدفنه بسابع ارض وبيني وبين حالي ما بقوله. ري عليك، واللي بيأمنك على روحه بفدي بروحي يا كبير. وهذا السر بغلاوه روحك، ما بدي مخلوق انخلق يعرف فيه. اعتبر سرك كبير يا كبير. ميرسي لأنك ساعدتنا مضاربك كوماندان، هذا أقل من واجبي. قدرنا نقتل أبو صلح وبعض المخربين اللي معه. هذا خبر بيطير العقل، خصوصي إنه خلصنا منه ومن كل السيئين. في بعد كم حدا من المخربين مختبئين كالفئران. أريد منك أن تساعدنا على إيجادهم. عندي رح أعرف لك أماكنهم واحد واحد وخبرك. نحن هدفنا هو الأمن والسلام بهذا البلد، ونخلص من كل مخربين والسلاح مضربين. أي والله معك حق، لازم. مش يوم الأربعاء. كيف عم بيكون شغل رئيس مخفر بشير؟ بشير كتير ممتاز، ماسك الحارة هيك ومشيها هيك. عظيم عظيم. الله أكبر على الحكي، وهالخسيس الواطي اللي اعتدى على بندب سعيد ما نعرف؟ ما نعرف، وأبو سعيد رح يموت من قهره. وبيني وبينك خايف لا تكون البنت حبلانة. سلام قولا من رب الرحيم، الله أكبر. شان هيك أخي صياح أنا جيت لعندك، بدي إياك تساعدني لحتى نلقط هالخسيس ابن الحرام. أنا روحي فداك يا كبير، ومعك على الموت وحياتك. العمى لك هذا عرض وشرف، أنت أمرني بس وأنا جاهز. هذا عشبي فيك. بيت أبو سعيد قبال بيتك، بدنا نعملنا شي دبارة نوقعه لابن الحرام. شو الدبارة يا كبير؟ عمي رح خبر أبو سعيد إنه اليوم المساء يخلي البيت هو ومرته. ليه بس من بعد إذنك يا كبير، بدنا نأجلها لبعد بكرة. ليه شو في؟ شو نسيان إنه لازم بكرة أمن السلاح للرجال، وهلأ لازم روح لعندهم وأخذ منهم المصاري حق السلاح. إيوه
لا لا الحق معك. وصل سلاحه من أجيل. وسلاحنا شو صار فيه؟ بكرة بإذن الله بيكون بالبواكنية. إن شاء الله يا رب. خلص مشي عمي. خلص أمورك ونحن جاهزين. أب سعيد أخونا عمي. واللي بيصير عليه بيصير علينا. لك هذا صياح اللي بعرفه. رجال من ظهر رجال. لشو كل هالبواريد وسندي الزخيرة حضرة الضابط؟ هدية من فرنسا العظمى لكم. نحن قبلنا الهدية. تفضل تفضل. وهذا المال لكم أيضا كدفعة صغيرة للتعامل الصادق والدائم بيننا كما اتفقنا. نحن قبلنا الهدية. ذبح الخروف يا كرم. معلم انت باليوم ورايح ما لازم تمشي لحالك بالليل، لازم يكون في حدا معك مشان ما ياخذك حدا واطي مثل الواطي اللي اخذك غدر. ما راح يضل هربان يا قداس، وحياتك راح لقطوه وراح يكون حسابه عسير. معلم هذا لازم السكينه تشلخه شلخ، اذا كمش تدفنه بلاك انا قتاله. بس لا اعرف ليش كان بده يقتلني. اخ يا معلم بس لو اعرفه لحتى اكون انا قتاله. انا قتاله معلم. الله يعطيكم العافيه. مين هالابن الحرام اللي عامل هيك؟ شو بدك العواطي؟ انت الواطي ولا انت وكل عائلتك من كبيركم لصغيركم؟ كل الله ما حدا واطي غيرك انت وعائلتك يا ابن الحرام. تكل بدك بعيد هيك اضرب لا بعد ولا اضرب لا هدي روا انت ويا نسايب. انتو نسايب عيلة واحدة يعني شبكون روا انتو لا تخافوا. شوفي شوفي لك صبري شوفي ما في شي محل يا صبري، بس كنت عم ورجي لها العين تاني انتو اللي متحدو. ولك اهلي اصرف منك وكل اهلك ولا عيوان احشي احشي بس يا شباب انا برجيك لقوه يلا كل واحد على شغله. ولك انت من الصبح ما نك على بعضك، شو اللي بينك وبينه؟ ما في شي يا ابي ما في شي. لا في شي يا ابي، انا متضايق منه من وقت ما اخوه حبسنا انا وجميل، ضربنا بالسجن وطلع اختي. لك يا ابي قصه وخلصنا منها، حاجه نعيدو نفتح فيها بقى. يا ابي عائله غازي افندي عند العيله بالحاره كلياتها. غزو لك ما بصير تحكي هيك على عيلة غازي افندي، فهمت؟ طيب ليش هيك عم يساووا معنا ابي؟ لك يا ابي شو ساووا معك؟ شو ساووا معك؟ اكثر من اللي ساووا، شو بدهم يساووا لسا؟ خلصنا يا ابي خلصنا. اوعك تقرب على دكانته بعد هلا، فهمت شو عم اقول لك؟ اسمع اخي هن كلمتين تحلق لهم كلياتهم بقلب بعضه وما بتتعاطى معاهم. بيجي يوم ومتحاسب. ماشي 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 ماشي. معه حق يا ابي. خرجوا لك خرج. لك يا ميت اهلين وسهلين، شرفتونا وانستونا سعاد خانم. يخليك يا عزميه خانم يطول عمرك، ونحن بيشرفنا لما بدنا ناخذ من عندكم. عفوا ما فهمت عليكي. يا ستي انا جاي لعندك لاطلب ايد بنتك فهميه لابني مطيع، وبيشرفني كثير انك انت تعطيني موافقتك، ويا ريت اسمع منك هلا لروح خبر ابني لحتى يفرح ونفرح كلياتنا سوا يا عزمية خانم. وانا كمان بيشرفني نسبكم يا سعاد خانم، بس مو لازم ناخذ راي البنت بالاول. اي طبعا هذا حقها، اصلا ما بيصير جواز بدون موافقتها. لك ونحن متاكدين انه فهمية ما رح تقول لا يا عزمية خانم. لا لا انا ماني موافقه. شو ليش مانك موافقه يا بنتي؟ لانه الجواز مو طبخه مندوقه يا بتطلع طيبه يا اما لا. دخلك يعني شو رايك بالجواز؟ يعني كيف لازم يكون الجواز؟ تفاهم تفاهم يا ست سعاد بين الرجال ومرته. لك التفاهم بصير بعد الجواز يا فهميه، وبكره هو حيحطك جوات عيونه بس تصيري عنده. ما راح يصير عنده يا حميده، بدك تعذريني. يو وليش ما بدك تصيري عنده يا بعدين؟ اي والله والله سلفي مطيع ما في مثله رجال بكل الحاره، اداب واخلاق ورجوليه. فهميه لا تكوني خجلانه، مشان هيك عم تقولي ما بدك تتجوزي. لا مو خجلانه، بس من هلا عم قلك الك وللست سعاد مطيع مانو من نصيبي وانا ماني من نصيبه، لا هلا ولا بعدين.
عكلين حبيبتي، أنا هلأ ما رح أسمع كلامك، ورح أعتبر هالكلمة اللي قلتيها كمان كأني ما سمعتها. لا، بدك تسمعيها وتصدقيها. كل القصة إنه ما في نصيب وانتهينا. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله غزا قلبي وشوقي زاد.